ورجعنا لكم السادة والسيدات المشاهدين الكرام، وننتقل من الفقرة الصحية إلى فقرة الحقوق والواجبات، ومعنا داخل الاستديو القاضي فاروق آدم جرام رئيس الصلح بمحكمة الولاية البحيرة أو ولاية لاكشات، يعني مثلا محافظة كلوديا، المحافظة الخامسة من محافظة لاكشات. أكيد طبعا قاضي الصلح فيها. نعم إن شاء الله. أن إحنا حديثنا معك حول يعني الطعن في المحاكم. نعم. في كثير من الناس بنسمع حكم على فلان بكده كده كده، بعدين بعد لحظة يجي يكون طعن في المحكمة. يعني كيف أن إحنا نعرف الطعن في المحكمة ده كيف يعني؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فأولا أشكر هذا الطاقم الذي يدير هذه الجلسات العلمية والتوعوية لهذا الجيل. طبعا هذا الموضوع، موضوع الطعن في المحاكم، هو موضوع طبعا أطول مما نتوقع، ويدري به المحاضرون في الجامعات، يكون موضوعا عويصا، لكننا فقط ما يهمنا في الأمر هو معرفة الإجراءات التي يحتاجها المواطن. ونحن مهما نقول صراحة المواطن هو يحتاج لغة دارجية عادية حتى يفهم كل الإجراءات. لكن جرت العادة نحن كل ما نتكلم عن إجراءات المحاكم نتكلم في الإعلام نكلم أنفسنا بالعربية الفصحى بالرسمي. يعني على كل حال، موضوع الطعن في المحاكم هو يعني فقط ألخصه لكم باختصار في نقاط ثلاث فقط. النقطة الأولى حول معنى الطعن، قد يشعر الإنسان بغرابة الطعن، يعني كلمة الطعن ممكن نقول الشريعة كسروها، الشريعة كسروها. نعم. الناس يقول الشريعة حقنا كملوا ونادوا لما شكسر عما شكدام، بس ما ده بس الطعن. نعم. وهو أصل الطعن في اللغة العربية إلحاق العيب لقرار معين أو إلحاق العيب لإنسان معين. فمثلا نقول طعنه برمح، يعني هو نصيح لكن ألحق عليه عيبا. نعم. ومثلا يقول علق على مقالي وطعن فيه، لك مقال وجاء آخر علق عليه وألحق عيبا، طعن فيه إما بالنقد أو بالنقض يعني. نعم. فالآن نحن لدينا في المحاكم عدة قرارات تصدرها المحكمة، ومن أهم هذه القرارات الحكم الذي يصدره القاضي بعد نهاية الإجراءات. فيأتي المتقاضي سواء المدعي أو المدعى عليه، يعني الذي خسر القضية، يطعن في هذا الحكم، يعني يلحق عليه عيبا. وطبعا طعنه للحكم ليس سدى، له أغراض، له مبررات، يعني لم يطمئن على قرار المحكمة. لذا المشرع التشادي سواء قانون الإجراءات المدنية التشادي أو قانون الإجراءات الجنائية التشادي سمح للمواطن أن يطعن في حكم المحكمة إذا لم يعني يرضى بهذا الحكم، لكن لم يترك الأمر فوضويا، إنما قيده بمدة معينة، بوقت معين، بإجراءات معينة. هذا يعني فكرة عامة عن معرفة الطعن، مضمون الطعن. لو رجعنا إلى الواقع نجد أن الطعن هذا له عدة أنواع. لدينا يعني علماء القانون طبعا قسموا الطعن إلى عدة طرق، طرق الطعن عادية وطرق طعن غير العادية. وما يهمنا في هذه الجلسة بالذات طرق الطعن العادية، لأنها غالبا ما تكون في محاكم الدرجة الأولى، تكون في المحاكم الابتدائية، وتكون في محاكم يعني الصلح، سواء محاكم الصلح في داخل الأرندسما في العاصمة أو محاكم الصلح اللي هي في المحافظات. وطرق الطعن العادية هذه فقط نقسمها إلى قسمين، هناك معارضة وهناك استئناف. معارضة بعدما المحكمة تصدر الحكم، المواطن يجي ويعني يقول أنا ما راضي بهذا الحكم. غالبا المعارضة تكون في الحكم الغيابي، غالبا مثلا المحكمة تصدر حكم بغياب أحد الأطراف، المدعي مثلا أي المدعى عليه، فيأتي الغائب ويقول أنا يعني لم نرضى بهذا الحكم. والمعارضة تكون بإعادة النظر في داخل المحكمة، يعني المحكمة على أصدر الحكم هي بنفسها بس تعود وترجع للحكم ده تاني مرة أخرى، تجمع الأدلة وتصدر الحكم مرة أخرى بحضور، يعني بحضور. نعم بحضوره، هو هذا معارضة. أما الاستئناف
المواطن لما يأتي ويقول أنا لم نرضى بهذا الحكم، يعني طعن هذا الحكم، والحكم ينتقل من هذه المحكمة اللي هي الدرجة الأولى إلى محكمة درجة ثانية وهي محكمة الاستئناف. باختصار المعارضة هذه يعني لها مدة محددة حددها القانون، مثلا إذا كان إنسان غائب ما حضر في القضية وصدر الحكم ضده، المشرع التشادي خاصة قانون الإجراءات المدنية التشادي الصادر 15 ديسمبر عام 2020 قد حدد مدة للمعارضة 15 يوم. وفي حالة عدم توفر البيانات، نعم، لا 15 يوم هذه إذا كان واحد ما حضر القضية مثلا وغاب، يتم إخطاره بهذا الحكم، يتم إخطاره بعدة وسائل، مثلا المحكمة تنشر هذا الحكم أو تخبر البلدية تخبر بهذا الحكم، بعد ما عنده علم بهذا الحكم عنده مدة 15 يوم، 15 يوم عشان يأتي ويطعن في هذا الحكم للمعارضة، يعني لإعادة النظر، لعله يأتي بوثائق جديدة، لعله يأتي ببينة، لعله يأتي بشاهد، لعله يأتي يبرر. طيب المعارضة تكون بإعادة النظر الحكم في داخل المحكمة، يعني نفس القاضي الذي أصدر الحكم هو من ينظر مرة أخرى لأنه أصدره سابقا بغياب ذلك الطرف، هذه معارضة. طيب لها مدة 15 يوم، وأحيانا المدة هذه قد تزداد حسب الظروف. أما الاستئناف قد يكون بحضور كل الأطراف في القضية و حابين نواصلوا معك، لكن للأسف الزمن انتهى. إن شاء الله تتيح لك فرصة آخرة إن شاء الله. وكده وصلنا إلى نهاية الحلقة جابر، ونشكر كمان الدكتورة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، إلى أن نلتقي الخميس، وغدا بالفرنسي مع ماجي وعبد العزيز محمد نصر الدين. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، إلى أن نلتقي مجددا، نترككم في أمان الله. Bye.